بعد 13 عاما قضاها في معتقل غوانتانامو، يعود المعتقل فايز الكندري إلى بلاده الكويت قريبا. مساعد وزير الخارجية للتنسيق والمتابعة السفير ناصر الصبيح أعلن موافقة لجنة المراجعة على الإفراج عن الكندري. ومن جهته أكد رئيس لجنة أهالي المعتقلين الكويتيين في غوانتانامو والمحامي خالد عودة أن الكندري سيعود إلى الكويت في نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن ممثل مجلس المراجعات أبلغ المحامين في غوانتانامو بموافقة المجلس على الإفراج، وعليه يجب أن يرفع وزير الدفاع الأمريكي مذكرة إلى الكونغرس لإخطاره بقرار الإفراج عن الكندري. وتستمر هذه الإجراءات 45 يوما. من الكويت ينضم إلينا محامي المعتقلين الكويتيين في غوانتانامو عادل عبد الهادي. سيد عادل، مرحبا بك. إذا الكندري هو آخر كويتي من المفترض أن يتم الإفراج عنه من هذا المعتقل، كيف تم ذلك؟ كيف تم الإفراج عن الكندري؟ يعني فايز الكندري قاعد في الاعتقال مدة 13 سنة أو ما يقارب 14 سنة، خضع إلى جلسات طويلة من التحقيق والتعذيب، وصل إلى جلسة مراجعة صدرت له قبل 6 أشهر تقريبا، وتم رفض الإفراج عنه أو طلب الإفراج عنه. أما الآن في الجلسة اللي صارت في 27 الشهر الماضي، فالحمد لله تكللت بالنجاح وتم الإفراج، صدور يعني توصية بالإفراج عنه، ومثل ما تفضلت أنه راح تنقل إلى وزير الدفاع، وزير الدفاع ينقلها للكونغرس، الكونغرس يستعجل فيها بإصدار هذه التوصية، ونكون إحنا في الكويت الآن في استقباله. جيد، يعني هو بعد أن تم رفض الإفراج عنه في الصيف الماضي، يعني كان هناك الكثير من الأسئلة حول وضعية هذه اللجنة، لجنة المراجعة، لكن بعد أن تم الإفراج عنه، هل يجوز لنا أن نسأل هنا عن الفرص التي من خلالها أصبحت فرصة الإفراج عنه أفضل؟ هو فايز الكندري الآن لم يصدر قرار رسمي من الحكومة الأمريكية بالضبط، يعني ما صدر، العادة يصدر، يعني الآن ما صدر، مجرد أن السفير الكويتي بالاتصال مع المحامي العسكري بلغ بأن هناك طلب بالإفراج من فايز، وخلاص يعني هذا، وإحنا نثق في هذا الكلام بإذن الله، ونطمن الكويتيين ونطمن فايز ونطمن أهالي فايز أن المسألة مسألة وقت، وإحنا كنا من البداية مقتنعين تماما بأن مسألة فايز الكندري هي مسألة وقت. الحمد لله لما أساسا تم يعني وضع لجنتين مراجعة وراء بعض في خلال 6 أشهر أعطتنا طمأنينة عالية جدا بأن فايز الكندري سيتم الإفراج عنه. كذلك أخوه وصديقه في المعتقل فوزي العودة التزم في برنامج التأهيل اللي حددته الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي أصبح مجال الإفراج عن فايز الكندري مسألة وقت ومسألة أيام، احنا بانتظاره. إنما اللي حصل كله هو يعني انصب لي الأذى على أسرته بس. الآن ماذا تبقى من إجراءات؟ اختصارنا هي بس الإجراءات، أن وزير الدفاع الأمريكي بعد ما يأخذ هذه التوصية يكتب كتابة إلى الكونغرس، هو محدد خلال 30 يوم، وقد تمتدي إلى 60 يوم. إحنا نعتقد أن الحكومة الكويتية متلهفة تماما بسرعة الإفراج عنه، بأنها تضغط باتجاه سياسي لأن يكون هناك سرعة في الإجراء هذا. السرعة راح تكون بأن يصدر القرار من الكونغرس بالإفراج عنه وتسليمه إلى دولته، وتهتم الكويت بأنها تضع في معسكر السلام اللي هو معسكر التأهيلي، مع أني أنا أثق تماما بأن فايز الكندري بالاتصال معه في الفترات السابقة أنه هو شخص الحمد لله مؤهل وراح يجتاز هذه الفترة بنجاح. شكرا جزيلا لك من الكويت، محامي المعتقلين الكويتيين في غوانتانامو عادل عبد الهادي.